ونبداو في الوصفه الاولى. ايه واخا باش نبداو ان شاء الله. غنبداو بواحد الحلوه بلاموس شوكولا يعني بحال الطريقه مختلفه. يلا واخا. الوغ كنحتاجو في المقادير يعني هذه الطريقه ما فيهاش لا جينواز ما فيهاش طبقه البيسكوي. كنحتاجو في القاعده الاولى كنحتاجو 50 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات و 50 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو. يعني عادي ما كنحمروه حتى حاجه غير كنطحنوه بالقشره ديالو و 50 غرام ديال السكر و 60 غرام ديال الشكلاط. ايوا واخا. اول حاجه كنحتاجو مقله كنديرو فيها داك السكر واللوز والدقيق هادشي كامل حتى كيتحمر مزيان كيعطينا واحد اللون ذهبي. من بعد كنذوبو داك 60 غرام ديال الشكلاط وهو باش كنخلطو به هاد كنجمعو به هاد الدقيق واللوز والسكر يعني كيجينا واحد الخليط يكون مرمل. وهذه هو كقاعده اننا غادي نديروها في شي اطار او مربع ولا اللي يعجبكم. ياك كنضغطو عليها بالملعقه او كاس ولا شي حاجه كندخلوها الكونجيلاتور على ما نوجدو الطبقه الثانيه ديال لاموس. واخا. بالنسبه لاموس ديال الشكلاط اول حاجه غادي نخدمو بالكريمه الانجليزيه بطريقه سهله. هذه بسيطه وكتجي زوينه بحال داك يعني كتشريها من المخابز الراقيه صايبيها غير في الدار. ايه فعلا. هانتي فيها 50 غرام ديال السكر سنيده 100 غرام ديال الشوكولات ما بين الابيض والكحل الاسود و3 ديال الصفار البيض واحد الفاني معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان اللي تعجبو اللي ما تعجبوش يعني ما يديرهاش ربع لتر ديال الحليب و3 الاوراق ديال الجيلاتين. اول حاجه كناخذو كاسرونه كنضيفو فيها داك الحليب ديال ربع لتر كنضيفو فيها تقريبا داك السكر 50 غرام نقسمها على جوج يعني نديرو 25 غرام ديال السكر سنيده والفاني ونوضعها على نار يعني حتى كيسخن داك الحليب وما كيوصلش لدرجه الغليان يعني ولا يفيد ولا شي حاجه غير مثلا غير يسخن. ايه وفي واحد الاناء عاوتاني كنحضرو كنديرو 3 ديال الصفار ديال البيض وكنضيف داك الكميه ديال السكر اللي بقى لي تبقات ليا واحد 25 غرام ديال السكر غادي نطربوهم مزيان ياك حتى كيولي اللون ديال داك البيض بحال غيميل البيوضة وغادي نضيفو ليها داك الحليب هو سخون وحنا كنطربو مزيان يعني باش ما يطيبش لنا البيض ديالنا وكنردو داك الشيء ملي كينسجمي كنردو كامل على النار ياك حتى كيعقد ليا ولكن ما يغلاش يعني بحال كيسخن ومنطق انتي مع التحريك المستمر وما تيغلاش نهائيا. صافي من بعد كنحسو بداك المكونات او العناصر انسجمت لينا صافي كنحيدوها على النار وكنزيدو لي داك 100 غرام ديال الشكلاط. لو هنا بالنسبه للشكلاط ممكن ديرو شكلاط بيض ولا ميلونجيهم ولا ديرو غير واحد. صافي وكنزيدو داك القهوه سريعه الذوبان وكنحركو مزيان صافي وكنخليوه يبرد جانبا. صافي من بعد غادي نجيبو واحد جوج كيسان ديال الكريمه السائله قشطه طريه القشطه الطريه وممكن نعوضوها بالشونتي غبره هذاك غنطربوها مع كاس الحليب صافي غادي نطلعوها مزيان ولكن ما نطلعوهاش كتكون عاقده غير شي شويه هكا وباش غادي نضيفو لها داك الكريمه الانجليزيه اللي حضرنا ولكن تكون بارده وحنا كنديرو من الاسفل يعني كنخلطو في من تحت الفوق فعلا من تحت الفوق وجهه وجهه وحده فعلا ما تنزلش لينا داك الكريمه وتجينا سائله بزاف. صافي هادي كنكبوها على داك الطبقه الاخرى ديال هذاك الطبقه ديال القاعده اللي درنا صافي من بعد غادي نخليها حتى كتجمد يعني لو ماكسيموم نخليوها ليله كامله حتى كتجمد لينا ياك. صافي من بعد ندوزو للكلاصاج هذا الكلاصاج ساهل وتقدر اي وحده ديرو وينجح ليها ضروري انها تبقى مثلا ساعات طويله ولا ليله لا 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 الماكسيموم 4 سوايع حتى ولا ليله كامله مثلا عاد نديروا الكلاصاج نديروا فوق من الكلاصاج داكشي علاش لانه الا درنا الكلاصاج ممكن انها تبقى تذوب ولا شي حاجه فعلا يعني كنحيدوا جميع الاحتمالات حتى تبرد مزيان وتقوت راسها مزيان هانتي واخا. صافي من بعد ملي كنديرو هاد الكلاصاج هذا ناجح وغي تبعوا الطريقه هذه راه ما يعني ناجح 100% كنديرو نص كاس ديال الماء نص كاس ديال الكاكاو ونص كاس ديال الكريمه السائله او القشده الطريه
ونص كأس ديال السكر وثلاثة الأوراق ديال الجيلاتين. ممكن هاد الأوراق ديال الجيلاتين ممكن تديروها غير البودرة، ديروا واحد جوج معالق كبار ديال الجيلاتين ومع أربعة المعالق ديال الماء. دائما إلا درنا مثلا درنا ثلاثة المعالق ديال الجيلاتين بودرة كنديروا ستة المعالق ديال الماء، يعني دائما كنضعفوا داك المعلقة اللي درنا بها داك الجيلاتين. صافي من بعد كنشدوا أول حاجة في كاسرونة كنديروا فيها داك نص كاس الماء حتى كيوصلنا درجة الغليان، وكنضيفوا فيه داك السكر حتى هو ونسنوا عليه حتى كيغلى وكيذوب لنا داك السكر، وكنزيدوا له نص كاس ديال الكريمه اللي قلنا حتى هي كنضيفوها عليه وكنحركوا مزيان حتى كنشوفوا داك الكلاصاج ديالنا بدا تيغلي، عاد كنحيدوا على النار كنضيفوا له الكاكاو وهو مغربل وكنخلطوه مزيان وكنردوا على نار وصافي غير يشوف غير بحال يغلى لنا غير واحد الغليه صافي كنطفيو عليه وكنضيفوا داك الوراق ديال الجيلاتين اللي من قبل فزقناهم بطبيعه الحال وعصرناهم بيدينا. صافي من بعد كيما قلت لك وغادي ديري داك الوراق ديال الجيلاتين في داك الكلاصاج وتحركي مزيان. صافي من بعد غادي بحال غادي تطحنيه واحد شي شويه. منين غادي تطحنيه صافي غتخليه يبرد، غتخليه يبرد تماما في الثلاجه حتى كتشوفي يعني كتقيسي بيدك كتلقاي درجة الحرارة ديال داك الكلاصاج يعني هبطت بزاف، وهو غادي كتشوفو الكلاصاج غانهو تماسك ليكم وعقاد. صافي من بعد كتجبدي داك اللاموس ديالكم اللي درنا أو الحلوى كتحيدو ليها داك الإطار وكديروها شي شبيكة هكا وكتكبو عليها داك الكلاصاج ياك. صافي من بعد كديرو في الجوانب كتزوقو اللي بغيتو إما بالفيتين أو اللوز إيفيلي أو اللي بغيتو، ومن فوق يعني كديرو إما شي حاجة شي أي ديكور كتبغيو ديرو يعني كديرو فوق هاد الكلاصاج من بعد ما يبرد، يعني ملي كنديرو داك الكلاصاج كنعاودو ندخلو المجمد واحد جوج دقايق دغيا كيتماسك صافي باش يقبط راسو مزيان باش نزينو بسهولة. بسهولة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، هذه حلوة سهلة خاص غير المستمعات يتبعوا المراحل، وكيف قلتي كتجيني بحال ديال الباتيسري اللي ربما كتباع بالثمن كتجي غزالة روعة، السيدة تيصيبوها في الدار. أي الله يعطيك الصحة. Mine just said,